بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وما بعد. عشر كواكيس ديتني أفرادها كمثلا من شرح صحيح مسلم، باب حكم ضفائر المغتسلة. هو باب يهي هو ندى قبيسانيسة تدع هذا أما تمها الضوبا وحي قصة ما إلهي ضفائر وجمع ضفيرة واتمها الله قون الله حرو لسكو حرو أما قبلوها يتدعان أما يسكو الضوبان رجل ويسا ميستان من ركا قارقود مكي تمها ضبحان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر محمد بن يحيى كلهم رمانتود عن ابن عيينة قال إسحاق وحور أخبرنا سفيان. إسحاق بن إبراهيم صو حور أخبرنا سفيان وزادها كلا السعودين وحيد هذين عن ابن عيينة عن أيوب ابن موسى ابن عمر الأموي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع المخزومي مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن أم سلمة قالت وحيت أم سلمة هو يدي قلت يا رسول الله وحان رسولك لها يوم إني أنا وامرأة هوين إبانا هاي أشد وحان حراه ضفر رأسي مضحيقا تميه سان حراه يعني ضفر واتمها هلبتا أي مركا لإسكو حراء أما الله ضوبه أما المركاسي لا تدعوه فأنقضه بيكا ديغانتاي فأنقضه مفر فرات مهاس لغسل الجنابة جنابة قبيس كيدا تدعي مغفر فرا مستسيد وضان كدا يو بيهم بانه بصدائين يسالك الجاري. قال النبي حر الله ما يفرفري ما يسيد إنما يكفيك وحاق غفلا أن تحثي إن هو بصوت شبته على رأسك ماذا هذا ثلاث حثيات صدح صعاب وبيات كشبته وذكو ديانات قارتيسو سالك تمها إيا ماذا حاد قارتيسو ثم انت كذب مركا تمها قونو اضل بغضو تفيدين وحاط شبي عليك شركا انت سكالي الماء بيها تكشو بيسا فتطهرين سداسة قد ظاهر نقون وجنابة ذات كذا ظاهر نقونيس مركا اللهم ابهنا وينات ما حاط ففرت بعض السلف وبعض الفقهاء بأس كدبة وهوشا شرط كدق الشري لكن سوابكو وسيد حديثكو تلمامي. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ها وحدثنا عبد بن حميد بن نصر الكسي اخبرنا عبد الرزاق بن همام بوجه قال لبذا وذا يزيد بن هارون ايو عبد الرزاق اخبرنا الثوري سفيان الثوري بانه الربيع عن ايوب ابن موسى مركز سفيان الثوري هذا متابعين يا سفيان بن عيينه رانصو مرتين واصونا ايوب ابن موسى حديثك كقادان اي في هذا الاسناد سند كنكوري وفي حديث عبد الرزاق رواية عبد الرزاق وحا كتشرة وان كتشر رواية يزيد بن هارون فأنقضه مؤفر فراتمها استدعان للحيضة دي كمركا كقبي سنة يؤي والجنابة مركا قسل كقبي سنة يبا فقال سبحانه وحور الله مايا كقبي فرفور ميس اللبض ومدن الله فرفور ماي ثم ذكر وحوش عبد الرزاق بمعنى حديث ابن عيينة حديثك ابن عيينة أيو الشيغي ثم ذكر وحكو في عنتها إن ليداده سفيان الثوري سفيان الثوري لأن منك متابعين يا سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري لأن قرينا قطوس ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة هدو مركة أوتشي ذاكرك أوي هاي عبد الرزاق حوران لها ثم ذكر بمعنى حديث يزيد بن هارون ساس حوران لها يعني ماشي الضرمي قال كم متابعين أي زوائد والله بني وحدثني وحكوا له حديث كي يتبي احمد الدارمي احمد بن سعيد ابن صخر الدارمي من اورقرب بن صوم الري حدثنا زكريا ابن عدي التيمي حدثنا يزيد يعني وجد ابن زرع البصري عن روح ابن القاسم التميمي حدثنا ايوب ابن موسى ابن عمرو بن سعيد الاموي مركا روح من قاسم بهذا وذاته لوضع هاي ثوري إيو ابن عيينة متابعين بهذا الإسناد سنة كأن صمر كتب يوي وهذا صمر سنة عن سعيد بن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع المخزومي مولى أم سلمة عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وحوجي لأصوغ وذات كان دمي روح من القاسمة روح من القاسم حديث كيس رواية ديس أفأحله ماشي فأنقضه أهي أفأحله مفر هيا وفاغسلوا تميه مرق من الجنابة جنابة حقت مكرق مثلا من اجل الجنابة جنابة درت تمام اوفر فريا
ولم يذكر ما الشيخين وذلك روح من القاسمة الحيضة موسى الشيخ أصدقوا حيض موسى الشيخين جنابهم بو الشيخ بمعنى زيادة أورنا يسمرك حيض إسراعين يسا جنابه وزيادة حافظ متقن ولا أقبل يا وي ساسو إمامك أجي ذا مركة قبلها مسلمات كامركة جنابه كقبي سنة يا أما أي كقبي سنة يا ليك حيضك هذي تموت بدنيهن أما تدعيهن إن فرفران مكان لازم معها وليس فرفور كران لكن واجبكم أهو. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا سوى جير رقا صدح ذا عن ابن علية إسماعيل من رحم بن علية قال يحيى وحور بن يحيى أسوء التميمي أن يسابور أبو بكر أخبرنا إسماعيل بن علية مركا أسوء يحيى إسماعيل مقعيس الشيقي يقوم أقاب سنة إن لون نسبي أيدي ومركا علية عن أيوب أيوب ابن تيمية استختياني عن أبي الزبير محمد عن عبيد الله عفوا عن عبيد بن عمير الليثي قال وحيد وذاتك عبيد بن عمير الليثي من التابعين الكبار بلغ عائشة عائشة وحاجة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عمرو بن عاص السهمي صحابي قاسي عبد الله بن عمرو يأمر النساء الضمر كأنه فريه إذا اغتسلن مركي دوانا قبيستان وجنابك قبيستان يا حيل أن ينقضنا إني فرفران رؤوسهن أي شعور رؤوسهن تماها أي فرفران ما دخل ما فرفران تماها اللي وجده أن ينقضنا إني فرفران رؤوسهن تماها وذا تدعى أي فرفران ومركز الدين لمركز الله حرحري حرق الله قفره أما الله قالوا لك الله فرادي مركز وجره فقال الوحيد لعائشة ما كهر الدنيس أمنا عائشة ويقوم بضني فقيها العالمات بها السنة تقاني مركز صحابة بضان او قلي وهمي اما خطا كل عيبي كذب التقطيع الصحابي اخذ هذا علمي اي هاجي سي الى الامام بدر الدين الزركش وكتاب كقري طيب وكتاب مطبوع الرساله دنا اي قري طيب في مصادرك عائشه على الصحابه وكتاب مطبوعه فقال وحيتي يا عجبا لابن عمرو هذا حقوق كير كتيغتي هذا القدر يلقى لفسن وهي مركز ظاهرا لفيريو طيب هذا ذا سير بضان اشاره أي حقوق عليس كينيسة مركة مركة لغة العربية الله في ريوة إشارة احتقار إشارة احتقار كان كذا معوليها بالله كان معوليها كان معوشيها يا حقوق مركة وحي الله يبت المسألة وسي أتيض وقع عدها إيو سيد نين كان رانا عالم كان وقع رسول طيب يقاث الله ذا فقال وحيته يا عجبا لابن عمر هذا وحال الله ياب له إن عمر كان محاجرة يأمر النساء دمرك وحفرية إذا اغتسلنا مركي قبيستان إذا اغتسلنا وإني يصوم الرواة تعبير بالفعل عن إرادة الفعل سمين نصومرين إذا اغتسلنا مركي دون إني قبيستان أن ينقضنا إني بفرفران رؤوسهن تمهوضة هذا سيدة طيبة جري أفلا يأمرهن مفر أن يحلقنا رؤوسهن تمهوضة إذا كحيران السينطان وملوكيستان هو إني هبين والبلغي من الجناب كل عضوه أما دورك أسبوعي بأفر قرية شنقر جنابة كل عضو تما هافرتو هاتي دعنا هافرتو وأما شقية حرج نبي محمد أنه ما تدري مركي أنتو تما هافرفورة ليه يا هاي هاولك قام بابا شرتي مرضو هاي ملوكيستو حير النقضة ويدن مركا وش واكوات كي سي سيدنا عبد الله بن عمرو إذن دليل كي هاد أوكدبتي لقد كنت وحان هابتر هو يدن أغتسل تيقى بيشتا أنا أنيقى ورسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هل ويلبن كبض قبيس جري ولا أزيد كمان كردين جرين قبيسك إيا مضحيك هو شيزا مكال ليقو على أن أفرغ إنا نشبه على رأسي مضحيك ثلاثة إفراغات صدح قربية أن كشو من تانك عماها كقاضو كدي من أنصا ودوغو ونسلك قرسي وحدي كرته يدن حديد كآد دليشتي إيه عبد الله بن عمرو كويررتي هو يحوي هؤلاء ذيك خصيصة مركل لك هو وفي قيد أصولية أوي لأن الأصل في الأحكام هو محي والاستواء مكلفين تي أضمه وإن يكون سمهين أصل حكم كشرعية الأصل في الأحكام والاستواء استواء المكلفين فيها إنما النساء شقائق الرجال حكم الشريعة على شخص وكحكمها على الجميع وكي النبي يقول عليه الصلاة والسلام هوينك مركب بعد لك لي إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة هل ويردان هوين يكون إراد وحكا ديقان تهي بقول دمر إن أن كؤري إذا وقاعدة مجمع على أن الأصل في الأحكام والتسوية بين المكلفين قاعدة هو يدن كتاقان تهي أنا وحي الله يفري أما النبي يقول إيبن أمضو بي
وتالاو إلى أتكنت عبد الله بن عمرو نيو دليل أرنية أمهات المؤمنين تموي أنت نكلة تماها فرفرة أصل كاسي تاجنتاي طيب نعرف مركو وعلم خاصة علم خاص علوم ذو كقرسومة يا رجوا وين علوم كقرسومة صحابة كقرسومة تاع علاس ملا إجماع خاص كي دليل خاص كي سنة خاصة ده إن بعض أهل العلم أي كي البوفان أما أي المامان أما يقرأوا عماها عند أهل العلم مسألك وين هذه صلاة وجوب كذي يا ولاس أي الله سكليا باي ما هكون مسألك يركك ولا سكليا يمد مركا هنا لك لا قليك لا قاضي بجر حيلك حيلك هي جنابة ده أو يدي هو نود مركا حيلك قبي سنة يسو وحواجب اتماء انا يفرفرتي يدي باكر وحيلين حيدك مصر نقض اسو بشي ومري مادا قبل ما لان كان اتماء فرفرت واحد يبي يحرج كل كل ميسي دباتي عليس مدنا با لكن جنابه ان جوقت نقطه لا يابا او اسبوع مركا يرتشن هبين اما فربين باي غودي ان قبيسته باهاتو مركا حرج با كجر اينو كلا قاد يسكو ميل اينو مرينو اي لبدو با هلا فرفرو صدخ مذهب وي مذهبك هو ناغسن لو تابن ما هي هي كل والله فرفوري هي جنابي هل لك لدو حيد اذا مذهبك عائشه يكون شيخت النبي كسوغان با ثواب وخي كلو دن وا اسك اجتهاد امام خلدمي دمله باب استحباب استعمال المغتسله من الحيد حقوق مركا قنيداس قلعده يره هويدن كتيمت كسابسن عبد الله بن عم نعاس ورقن ليقان معايا لمركا مساله عروس تاينينكا خلدوينا الله يا بنتاي وايمانيسا مهمدنا ما اسغ ان وخلا شيغي وان سنده لا دفاعه وحق عداده اذا كلامك هذه هذا لا بد ان يكون على قدر على قدر الحدث على مستوى الحدث طيب جوابت هذا تفسير كادو هذا الكادو محاضرة هذا كلمة هذا وأنا يكون آدم تهاي يكون ميزامن تهاي كل برد بعات هذا ماشة كجرت نبى نفتح يقب حيزة ساق مقر عن مقد إن ما لان سحدنا ما هيستو وربلاه بقول شيء أخر هذه مصورة قلبا لا بقول شيء أخر هذه يعني وإن بعات هذا ماشة كجرت يسكون ميزامين جواب تاد بحنس هو يدن جواب تدو مركا إنا أتكيسو وحيث سيسا عبد الله انه وحدة الى هينين اجتهاد جيب كيسا اوهي هاكو خلال دامينا ساسي مرة ذلك اوكل ليس ايو ايشعيش ايو عروت يدادات كان يا اهل كيدو باب استحباب اسماعيل مغتسلة من الحيض الا سنة يقبر دا حيث كقبي سنة لو سنة ايو انا استعماشه فرصة قد عير اما كرينير او من مسك عذر في موضع الدم ميرشو ليك كيا لين اي قطر ترتو مركا يقبي ستة كدب يعني إنا قبر إصدهاري ما كي حيث كقبيستي يديك دلم عادات كقبيست إنا هذانا شيء تقول أمام مسك أما عذر أي حبن كترن كمش أي مريض مرك هدي أن يبكى وكسك منين الإمام المحاملي أبو المحاملي صاحب الشافعي عندك الأورنجري كتاب كسك اللباب سوي حولي ميل والبودي كوك جاري إسكم مرنيس ميل والبودي كوك جاري عذر شيء تقول بالله مرنيا مرك قبيست كذب أسوي مرك الشافعي ولم بردي لكن دليلك سوق التاجرية دليلك سوق التاجرية نو مركر أنتو كدوا له ماشي قدام بس حديث من حورن دون حديثكم التاجرية رأيك محاملي طيب مركر وحوي مسألة ومسألة دليل مسألة وذات بير ما حدثنا عمرو بن محمد ابن بكير هذا هو ابن رياض الناقد وابن أبي عمر محمد بن يحيى جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حجري عمرو محمد بن بكير الناقد حجري حدثنا سفيان بن عيينة وذلك كل ابناء ابن أبي عمر حجري سو عن ابن عيينة عن ابن عيينة انت أموي عن منصور ابن عن منصور بن صفية وأنه يد اللو أنا انت بدون بن آدم إنه يد لو أبتري ما شعله اللهم مرك نفسك انت كاب حتى تلقين وذات كل دول تاغي يوم سلك هلا وحيل لك انه يلا لو ابتري وغش هذا الملايين هي الا هذا اسباب الحكم انت بورك يا قل يا كويستو بو كل دول تاغن وحيان لا غرني دب مالها إيه لكن سيد عادي ان دتك هو يد لو ابتري دتك ما جعل ابود با جعليين ما هي هو يدي با عانه وسحابيه اساس مرك منصور بن صفي عن كويا اما ابي عبد الرحمن بالي ومنصور بن عبد الرحمن ابن طلحه العبدري أسيه هو يدي أبيه واسكو قيس اسكو وهيبري جمع هو أما عبدريين عن أمه هو يدي صفية بنت شيبة وإن صوم الرئي
صفية بنت شيبة من صغار الصحابة إتاي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيث الوجد أن سألت امرأة هوني با ويديسي النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم سؤال بي ويديسي وأسماء بنت شكل أسماء بنت شكل الأنسارية وإيمان دونتها رواية المسلم يدن بعضين دونتها امرأة هوني با النبي نميق ويديس عليه الصلاة محي ويديس كيف تغتسل من حيضتها سيدا يوقق بيسن له ديق عاد هذا مركي وكين قوي وكقوه قال وحوي قال وحويدي فذكرت فذكر وحي شكتي قال يعني قائلك كما منصور فذكر وحي شكتي أنه النبي عليه علمها إنه براي كيف تغتسل ماشا قالت باكف عنيت لكن قال يدي مركا واحد علم يزاون تابعي منصور هاي كقادنا يهيدي حديثك كيف تغتسل سيوق بيسن يسبو براي النبي عليه السلام قبل أبو براي سائلة دايدي أسماء بنت شكل الأنصارية ثم هاي ذنك حقا ثم تأخذ ثم أنت كذب تأخذ وحيق هذا المركب قبيس تكذب ثم ماذا ترتيبك على قبيس كذب ويا واحد كرنت أما قد عذر يري الصوف كا لقاض يعذر كلام مريم ما شيء تقول لما ريي ثم تأخذ أنت كذب وحيق بعد الغسل والاغتسال تأخذ وحيق هذا نسا فرصة أي قطعة كرير إن يرى الصوف أما مرير أما وحلها الأم من مسك عذر فتطهر بها ويسكو لو تاد باك هاغون ويسكو طاهرين بمعنى ماشي ديق ايي مرنيسا يكو ادغنيس قال غبد وحي ترى اسماء هاي كيف اتطهر بها نبي الله وسير او طاهر قادن قرت قبي كقبيستي حيلتي انت يرى قدعه ايه عذر كلمريي كو طاهر قادن نبي الله ما فهم بك طيب قال النبي عليه الصلاه والسلام تطهري بها اسكن نظيفة قطها رقاض سبحان الله الله عيبكه فري سل له هاي وينا دفانت الله الرواية يعني النبي وحدي الدنيا إنه عرف كل شيء وعر وبريره وحين تبدأ لقح الشهود وكسب سن عورات كأيوه دمر كسب سن واستترى النبي هو إس أستوري وش هو قبص ذي قعنته النبي وش كسر واحد الشهود سيؤسوا تاجن تيلا النبي لو عدي له هاي أيوه النبي الشهود عليه الصلاة والسلام وأشار هذا سفيان سفيان بن نوع شاريا أرسا أرنايا سفيان أردي سيا يعني هذا عمر ناقد أيوه ابن أبي عمر ابن أبي عمر العدني ها وأشار لنا سفيان بن عيينة وحن نوع شار بيدي قعنتي على وجهي وجهي وقعنت صاري وحن النبي واستتر وفسريا واستروا محي وجهه قبصي له قبصي وعلى لحي شهود مكة الله أركوكلي قال وحور راوي قال عائشة أم منصورة قال عائشة عائشة وحيتني واجتذبتها إلي حقي كان أسر نفتي جوردي ممكن النبي يقولنا سبحان الله إصداهري النبي يقولنا وجهك قبص ذي يعني سوتش ذي تروان فما نبي وجهه عائشة فأنت أكبر ذا جوردي من صور نفتي وعرفت وحان قرتي ترى ما أراد النبي نبي وحور دونه قاد أنت ير عذر كا اسم مرة كطهر قاد النبي وحور جدًا فهمي مركزا سوتش ذي رواية عند البخاري وعرفت ما أراد النبي ماشي استحيا وأعرض استحيا وأعرض ماشي عفوا استتر ماشي واستتر ماشي واستتر بخاري وحد عليه رواية له استحيا وأعرض نبي واحد شوضي مركز وكجيستي وحال قد معنا يا نبي مركز وجه ونواقب سيكدي من وكسي جيست رواية عند الإسماعيل أيضا وكقر حسن طيب فلما رأيته استحيا علمتها ماشي الضنبي وعرفت ما أراد النبي مش أو حد عي فلما رأيت استحيا مر كان النبي وإنه حشود وقت شلي أيان أيده وحبره قبل يبان وحبري أنصار يده فقلت وحاني عائشة مر كفسريس نبي كتر جميس وحو ربي قرتي فقلت وحاني لي تتبعي لرع راع بها قد عدي مسكي عذر كلاهيد أثر الدم دي جمله جاري دي جمله كسر بحية مله جاري مرمري أو كتر تر سي مركا طاهر أنقط شيء عرف يؤدقون وقال ابن أبي عمر وحوري في رواياتي ابن أبي عمر العدن حديث كيسو حكويري فقلت عائشة وحيت وحان كويري تتبعي بها آثار الدم آثار الدم دي قرر هذا كيسا رواية المحامل تاقري سوات أثر الدم ما يدي قرر هذا كيسا ومركا فرجي حبين كتران كمركا الله قاد انكرا لكن هنا مرة دي آثار الدم أولا جمعي دي قرر هذا كيسا وامحي وملبو قاري ميل البو قال هلا مريو ويهلا عرفيو طيب رواية عند الدارمي آد بأوفي عن تاي ماشا وعرفت ما أراد النبي فقلت لها تتبعي بها أثر الدم وحق لي وهو يسمع ولا ينكر وهو يسمع ولا ينكر
نبي محمد وإن مقله قدامك وأخبره دوما قون سنين بمعنى عائشة وحي فهنتي وشيدد النبي يقول ربي النبي يقول هو شاء الرياقي إن قابها أبرت وهو يسمع ولا ينكر وإن مقله يا مانا إنكر إذا قاعد أسلوب وكل إشارة يسايو إقرارك النبي هو حجة شيخ النبي أكتيس اللي قصمي أوسن قون سنين أسوى قون سن كرو إنكري كرا حجة شرعية وعند أهل العلم عند أهل العلم تيبي هو يدمك كل شيء جس عند الدارمي ورواية مهم جدا إن الكاس لقليه وهو يسمع ولا ينكر وحد كذا عن كرتها عايش مركي جبر الرفطي أما يقول لك شيء بقى والنبي كلا تكتي النبي واحد شذو أسرق كيس 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 ذو خشلي أما عايش أنت اللي فقعتي هؤلاء هندمر كمركي كلها اللي يسأل فقعت ما يكتي وهو يسمع ولا ينكر ولا ينكر وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان بن هلال وصمرة الباهلي أبو حبيب البصري وحدثنا وهيب بن خالد أصنوى بصري حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن طلح العبد رئمة منصور بن صفية هذا صمر يسير عن أمي ويدي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة هوين سألت النبي نبي ويدس عليه الصلاة والسلام كيف أغتسل عند الطهر نبي الله سيقول قبيستا عند الطهري مركان كطاهر نغضى حيثك ويقعوا ديك ديكوا يقعوا فقال نبي حلو خذي قاب قاضوا فرصة أي قطعة ممسكة لأدقيي وعذر لمري مسك فتوضعي بها فتوضعي وام حي اسكو نظيفي واسكو طاهري اسكو عرفي لأن وضوه هو النظافة وي فتوضع يسكن نظيف أو مكوي سقاض بها وحلق جدا ويسو طهارة أهيد النظافة تنا يسكن نظيف وي ثم ذكر وحوش شيء نحو حديث سفيان يا شيء يو وهيب وهيب ثم هنا وهيب عن منصور سفيان حديث يوكا قاضي ثم منصور ما هاي سداوي حدثنا محمد المثنى والمشار بندر قال المثنى وحود حدثنا محمد بن جعفر محمد المثنى أسود حدثنا محمد بن جعفر أما وذلك محمد بشار بن دارة عن محمد بن جعفر بن أسوق حدثنا مرده هو وغنت محمد بن جعفر كو حدثنا شعبة بن الحجاج عن إبراهيم ابن المهاجر ابن جابر البجلي وأن صدوقه صدوقه في دينه عدل في دينه إلا أنه حال شأنه يهلي لحفظ حفظه يسحقه ومحق بطنه وأنا مركب من باب المتابعات بكوكا أنه مسلم واركته مركب رسوء لما يجب الحفظ والإتقان يقضال ككيني إن صدوقة وحديثك سو متابعاتك شوائد كف عن أن كف عن أصولي حجتك واوين إن لقادكته ومع ذلك حافظت حكمك صارح وحكجر إجحاف لأن رقى تعديلي محمد المهاجر ابن جابر جابر البجلي موسن موسن كوبين أقوى شودي لأن توثيق أولي ابن معين أي كتقي توثيق عفوا عبد الرحمن مهدي ران مهدي توثيق ولي هو شيخ يسوي أو حول لا بأس به إيو أحمد الحنبل ليس به بأس لا بد توثيق بموسى كإيمان في التهذيب تهذيب الكمال ولا فروعه كما إيمان بركو حيوغو وحكجر فوات إيو قصور باكجر أرنكا أساقا لما لو أن صدوقة حديث كسل حجيسان في الشواهد والمتابعات قال وحول وذلك سمعت صفية مغلي تحدث أيضا الشيخيسة كتبنا حديثك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء أسماء وين صمرة بنت شكل إني تاي سألت النبي صبناه صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض حيث كقاب كل وقق بيسن لها محيض يحيض واسكمت فقال صبناه وحوير مركو تلمام يا جبرنا وحبري تأخذ إحداكنا مدين وحي قالا وخبر بمعنى الأمر خبر بمعنى الأمر وأنا أسقانا كعلس أمر كقيعا والمطلق يتربصنا وأمحي وأمر أمرك بصيغة الإخبار والخبر كل مادة أسجع كحوجا وكأود من أمرك صريحة عند الأصوليين تأخذ إحدى كنا مدن وحي قادن ماءها بيه بيه هو قبيسا لا يدبي قادن وسدرتها صابون تذي قادن سدرتها تحلق صابون بها قبكي عين تقبك وحل وجد أن هو شيء وحلو نظيف يو شركة شلعية نجاسة قوية قشن كي يقصك قطرة طيب صابون تم هذا اللقب هذا قب اسمها يزاني سوى شيء نوال على غسيل بيئة قانا صمالد ميت كي هولا سيكون دقان قبل هو إيبي أنس ميلان سوق تشوك وسدرة تقب كذي قادن فتطهر فتطهر ويكو طاهرة قادن إسا يعني ويكو قبيسن ويكو قبيسن فتحسن الطهورة قبيس هي وناشن يطهر قادك ويكو حل ديران ويسف عن بي ويقبق بيها ثم انت كذب تصب على رأسها تأخذ إحدى كنا ماءها وسدرتها فطهر طهور كهذا اللي شيء يو وحلو بلان يا كهوري إنه يهاي ويسقالتك
ويسقاتك لأن مركو نبي جنابة قبي سنوي ويسهر مرن جري إذا حيد كنا ويس إلا هر مري وحن قاين ما قرنين نوي ولحين ما يوحلو جد استجدي وي استجا كوه الرئيس قوادو ويفرح علن ويستجي سنة وحبين كتران قابي ديك سبع نقرد قي وعي كوهري كدب نمر كاسي قبيس وقان شاش سنسا طيب فتطهر ويس نظيفين أمو ويستجي سنة أمو ويستجي سنة فتحسن الطهورة استجدي وناتني يفرح على شذا ثم انت كدب تصب على رأسها ملح لي بيها كشربي فتدلكه ويتشبين ملحة دلكا شديدا تشبين أبك أما الضران يعني سفي عن بيق عنتا تمها يمضح أمر مرينا يساوي لصلاح ما يقع عنتا للقلي حتى تبلغ إلى إيقادو فرهيد ويقعميد وقادان شؤون رأسها تمهي هذا السلقو شؤون وجمع شأن ولفتة لفوه ماشي اسكري مادان تلمضو إيكام مغضي اللفتة مضح ماءها كبت كوبان ماها حريت ما يوم ما لقيت كريم مادن بيلي هذا سيدا كبدوا قطلمة هاي لي هذا كريم مها لسوق كان كيانو كريم مركوا كناية عن المبالغ وحلو جدا إنه هذا اللف متى يكرر تيم ماشي كبحان يا سانتا هلا جاله ويحلو جدا ثم أنت أكذب تصب عليها الماء بيها يسكشوا بيسا تصب الماء بيها يشوب عليها على نفسها وتشير كذا أنت سكلا ثم أنت أكذب ومركي قبيس كرم ما يساتو تأخذ حيقة فرصة قطع عير ممسكة لأدقيي فتطهر ويطهر قدم بها أي بالفرصة يعني ويسكن ديفنه ما يريدك قارئ أبو حميد ترك يريدك قيمت أي كنا قيس أي مرمرين عفوا فقال الأسماء وحيت لكي وكيف تطهر بها أي كيف أتطهر بها سين قطها رقان سين سكونا ديفيا النبي الله قبيس كوان قرتي وافهمي لكن أنت يرتى قابك الله استعمال ما نفهم فقال سبحان الله نبي حورز الله عيبكه فني تطهرين بها وايد كنا نظيفين هدي اسكن نظيف ولا قرن هياي طيب فقال عائشه وحتري كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم قال فقال عائشه وحتري كانها عائشه وحد مودا تخفي اني قرين ذلك ارنك امرك غبده او شيغيس كر اوميسن او بتينين هوس بي اوو شيغت لا النبي و خيو جيدا انت يرتا قاد و خبن كترنك ميشو دغيب اسكا ترتر و اسحابه هوس تذكر بلان كم مغلا هيا كأنها وحمد عائشة تخفي إني قرن ذلك أرن كواه حية كالغرنية تتبعين أثر الدم وحال راعي دي جهات كيسي ماله جاري عائشة كرو ما يسقادوه خلاص بيجبرد أقول شكت لكن نبيه وامقلا إلا وأكفر دياي ورام بين الصمر وسألته نبيه حيوي دي سوكا لجبرد راسي أسماء بنت شكل عن غسل الجنابة جنابة قاب كل هو قبيس الله عن كيفية غسل الجنابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ ماء بيقاضا فتطهر ويسنظيف فتحسن الطهور اسنظيف تيواناتين سفع عن بيس نظيف أو أمسا تبلغ وحكوح الليران الطهور قبيس كأي اسنظيف انت يعني مركا انت وحن كفسرين أما ويسو أما استجدي يوح لها المال ثم انت كذب تصب على رأسها ماذا حذبي بيها كش بيسا فتدلكه مركز يتشبين ومرمرين ويفريه يلقى ليس تمها حتى تبلغ إلى إقاده شؤون رأسها تمه هذا السلق هذا ثم تفيض عليها الماء وحين تقدم بي بيه يسكب بتعين يسكب قعينيس فقال عائش عائشة مركز يهوين كأنصار أمانيس نعم النساء نساء الأنصار الله هوين وناكسنا هوين كأنصار بأو وناكسنا معنى وحاوي هوين كأنصار إذا وناكسنا وقيمة بطناء محايا إلي لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين حشودك أموس ديدي شرين دمر حشود بالغوية قانا سريك بالغوية قانا خاصة هولهن وكان إن ركعك تضل غشة يقو وواحد دمر ربك حشودا ومع ذلك أنصاري دمر كيدي وكل ردين إن يدين كبرتان وحان لغا شيء رق هرتينا أي شيغان أيوغ ومرك الدين كودي برانا يا ومسائلك عضيسانا يا طيب المستحي والمتكبر لا يتفقهان تيوي نينك حشودا أما إسلوين إيه مع الله أنت اللي يقبل هذا عشر قوية حرو يرى الفردية أما الفريسان كرتا مع عمين كان بتشريب كاللابي كرتا ورمى لها صاد كده يسين دون تاي صادوا لي هذا واجد من الجاهل ما تقول من هذا حشوتنا حشوت كحشوت لما يجد هذا وضعفي يليدنان يدبين نمو يدبال نمو حشوت كوا شيء حن إن لقى حشوت إن دين تادي برشة هذه يسؤال شد دينات كحشوت وجهلي إذا نعم النساء نساء الأنصار ضمر كان صارت قيمة بضنا لم يكن ما هين يمنعنا الحياة وحشوتكم منذ كربوا أن يتفقهنا في الدين دين كين يفهمانه لقوا يشان يفهم ديرات
أكو أمانت أكو أمانين. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي أبيه معاذ بن معاذ العنبري حدثنا شعبة بن الحجاج في هذا الإسناد نحوه سند كانوا كحيي نحو الحديث السابق وي. وقال وحون يدثاوه قال نبي حول سبحان الله تطهري بها واستترى إلهي بعيبكوه فني اسكن نظيف أوه سيدا إيه الكدب النبي وإسا استروق عنتو وجهك ساري. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبتك إلىهما عن أبي الأحوص سلام بن سليمان حارف زماهي عن إبراهيم المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مركة هذا إبراهيم المهاجر وحمد طابعين إياه منصور ابن صفية سوسيدا ما عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحجره يدين دخلت أسماء بنت شكل هذا يتم من صمارك تحت دخل أسماء بنت شكل الأنصارية أي أصوغ شعلى رسول الله رسولك إلهي فقال الوحيد جري يا رسول الله رسولك إلهي كيف سديبانا تغتسل إحدانا مدانو سدي أقبيسا قابك أقبيسا إذا قورت يطهرت من الحيض حيث أي كطاهر نقط معنا حيث أكبه أوليك كينكه. وساق الحديث حديث بكحي إبراهيم بن مهاجر ولم يذكر مشيق فيه في الحديث غسل الجنابة موسى كشيق جبرداس أسماء بنت شكل سيدا رواية مسلم كتمت أيها اللو بدن يا إنا يتهاي وأسماء بنت شكل الأنصارية سيدا سال اللو بدن ياي أو بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم أه كتاب كيس مسند بن أبي شيبة مصنف كماها سيدنا كويم إنا دخلت أسماء بنت شكل الأنصارية طيب مركب مسلم كل جمة ورية رقبة ضم بالله ورية أبو نعيم في كتاب المستخرج على صحيح مسلمة سيدو كلا كتمت نعم بوحيد إن جبرد عن الغش أسماء بنت شكل وحلقوا النقد مسلم وخطأ شيخ يسا يا في مسجد كوش يقع وبكم نجيبة أبو نعيم نواش شيء من رواية أخرى أسقون وبذلك يا أبو العباس الداني وذلك سكال على طرف ما أبو العباس الطرق اللي أورنجري ابن بشكوال يا وذلك اللي أبو الفضل بن طاهر كتاب سأل إيضاح ابن أثير في استدراكه على ابن عبد البر ابن فتحون المصري ابو موسى المديني في معرفه الصحابه رقى صدن وحين مرين قبره واسماء بنت شكل الانصاريه كما في صحيح مسلم والمستقر على 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 مسلم المستقر على صحيح مسلم في مسند ابي شيبه وذلك ابو بكر البغدادي علي بن ثابت اصو حون مري رقنا واكون راعينه وخطا قبره ان لا يدادو اسماء بنت شكل وتما وحوله واسماء بنت يزيد ابن سكن الأنصارية هل كاسو أصور الله مري وخطأ والصواب وما في صحيح مسلم ما في صحيح مسلم وي تاسمرك وانت حديث كي أنصوم مري حديث أنصوم مري ودار مسائل بضم باكوشرة هذا إنه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أتل ما مي قابتي جناب اللغة قبي سلها هي حيض لغة قبي سلها حقنا اللي قد ذلها إسنظيفنتو بنان كي تعالى ووعد وضع إن لغن نقضى مبهنم مسائل كلاسة كجرة مسائل كجرة وحاكم إذا إيه وحاب بنان إذا سبحان الله اتجاه هذا مركا شيء لا يابطو أما آتو حسته لا إله إلا الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ذكر إلهي وتصبيح أما التهليلة إن الله إمن كرته مركا ضوحا لا يابطو وأدوي ليس تأذركته وحاك لو كجرة إن أي تسبيح ربنا أنت هاي عند التنبيه على شيء وصلاة وكلا إمامكم ما أنت ظهرك ومس عصر بعيد وكي أنه رقعت صدحات يقنع فريستي سبحان الله حب لوك عيوذاتك إذن التسبيح أي بنان عند التنبيه على أمر على شيء هذا عند التعجب أي بنان تنوى الله مد سنة خاصة أنا كنت مد مسألة صدحات كجرته وحاوي استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات وحاب بنان أو وناكسن ورقم وناكسن إن سرباب إيو إشارات إيو مداري دي هذا استعمال شو حكوا صابسن هولها عورات كيو حبال لقاح شو سبحان الله تطهري بها طيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحاكوا لو كجرة إن أتكو كافتو مكرت مسألة أفراد إن أتكو كافتو مكرت عضي أنت أحكام تشرعي سرباب إيو إشارية كناية تعريض قسم ما شيء والبينان تحجعه أو أنت اللعشه الاكتفاء بالإشارة والتعريض في بيان الأحكام طيب أي كجر رسول النبي عليه الصلاة والسلام خاصة أرمها لقس الريكتو إن العرب عرب لغرفته ولا عرب بكرة ومركز أن تقنين أي اللوشي كرة وانتو صحيح مسألة الشنادة هذا كجر تحاوي إن يبنى أنت هي دومركو إن ويديستان سؤالها دينة علوم هذا وان لأرنا إن قواري أنت تصعد أو ذات كادي مؤيمة تسوي سأشي ويدي أو ولا الكا ما حاكو سبب حيا ذو ما حال لي ذا أبو شاء الله ما بها لو أرد مسألة أبها تو وذات كي ويدين كرت أما طلبنا أكو عطو أما لقيت أكو تكتو
وفيه سؤال المرأة للعالم ولبا أحواش هذا خاص كه حتى ضمرك خصية إن علم لو يدي سن كارنا وكجرتا نبغون واق قري بل ويكو أمانت أمنا عايشة وإن قد سمرين مسألة اللي حد وحا كجرتا إن جواب تأت كعل علين كرتوسو أفهم الروح سؤال شكو ويدي نبغوا على عليه طيب مركين كل عليه صار نبغوا كل عليه لبقر وين جار كاي مسألة اللي تضباط مهم كا مسألة الحدوي تي تضباط مهم كا وحوي وحكو جرا تفسير كلام العالم بحضرة لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه وحكو جننك عالم كهذا الكيس أرض يقولون فسر كره هذا أرض يقول فهمه وح وداتك كوضه إنه أصو أفسر كذلك كله وعطين كره مرك ذلك قال كل أي فهم ويان ولادك عيوني صاي إساس عيوني ما نفهم من حكوة صاي إساس وكوة وهدو ولادك رال كيا نبيك عايشة مرك أي فهنتي وح ما جي أو ربو يا جواد كذا دعي مسألة دي أمنا عايش نبيك نمي وقون صدي مايا أيدا وكجرته محل ولادك أهر بودي سائي مالها ما تعلو لكن وين ولادك مرك آمصو وذن كقلتين هدي نبيك مرك وش دمي أو حشوذي والنبي نسوء استجع جوادنا ولي الله النبي الله ويعدي يا عائشة كقبت إذن إذا بت أي سماي سئيو فهم كنا بقى فهم طيبة ويكون أمان أنت مسألة سديدات وحكوا جرا الأخذ عن عن الطالب والمفضول مع حضور الشيخ والفاضل إن هذا علمك كقاضي أنكرته أرضي وحي فهنسن أسوأ الشيخ وشيوه أما نين لقى فضل بدنيا أتقى أنكرت علمك أسوأ نين كأقوم بنا وشيوه وهذه لك مسألة داسي لقرنه عائشية نبي محسكيهين وفاضلي مفضول وشيخيه أردي علمي هوش قصاب سنة أسماء بنت شكل وحققاتي عائشة كقد رضي الله تعالى وحاكوجة توقي مبضنا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وكمال حيائه وعظم حلمه زاده الله شرفا وتكريما نبي نبي عوانا كيسة حشود كيسة سريك كيسة دلقات كيسة كجرة أردنا هذا وارك تان إري قاس النبي كحشودون أفكا يعرف رفته هؤلاء الدمركا باب المستحض مسائل بدن بأكو جنتان كاكا كافتون باب المستحضة وغسلها وصلاتها حبابي هاي قبر دي لدور فري يو غسل يقاب كي أمه دان لهايد يينو قميس كو واجب يهل لكل صلاة يين كالي يو صلاتها صلاة وحي كسامين لهايد اي تكن جرت دبر فرا طيب حيض وات وصور لما ذا مشروع عيسي هذا الشيخ حب الله بمرض وحيد كسوها الله جناب الصهر مريه حيض بكحجي هذا وحمر هيا نبر فرن لو اسكا اقدويين نبر فرن والله يقانا طيب دمركو والله بقيبوت مبتدي اي معتاد لو يقانا في قيادة القصة مرتين من هجلي يا هولاس هذا كم مشغول معي مبتدئة وقبرنا مركا سادي وقان قاري دي قهر ييبا وكب الله ذي وبجوك سنواي نبر فورا بابا كب الله قبر دي قهر شيء قهر ييبا ما بيستاقي لبا شيء تهم بريب وداف لباتا صدا بلو مضح لقلي تاسي مبتدئة اللي هذا معتاد ومركا ومبتدئة مستحاضة إيو معتاد قبر عادل هيد بقن لهيد ودي بشمر بشكو دي هلي جرتي اما شنتيده اما لخديده بل ولبا خلي بي هلي جرتي خلي وا لا يقان خلي خليها كم ما سي اسوغيس ديكيدي و ييمت خلي و غي الهي او قان شيسته اني قبيست و بيستاغ وايبا ما با جوكسناي شيطان بري كور دافي لباتن صدن بل وغار تاس مركا عادي الهي دقن باي الهي او ما ها غبر هذا وخ كبلودين تيورن ما هيت تا وحل معتاده مستحاضة تيهورنا مبتدئة مستحاضة لبدا سين نقدان سيدو دبا ايغاس لبدا ايا افر صورة كسوبخي مد مبتدئة ده وحا لو كلا قاد اني تاي مميزه وغير مميزه اني ديغا كسود اي كلا سوعيس يو ان كلا بمعنى وحا لغي با ديغا شنت بري او هوريسه ديغ مدو او اورهايو خوبدو ريبا كسود بيش لباتن يا شنت هذا كلنا وحكى سعد مثلا ديق هلالا او تلعسان او خفيف او قرب ضنب عن الله اذا هو مميزه بين صفات و ولون الدم قاب اسعون هي الى غير مميزه لقب اللوضيبا ديق اسكو نوع با سعده و هو كل دوان يحي ما جرى بيش 10 كيد هوري لباتن كيد اسكو نوع اذا تام ما غير نقطه مبتدئه دي لبن نوع مميزة غير مميزة واسلف أنا معتاد وإيمو معتاد أيضا صور بضم باكيما
معتادة معتادة دو وذكرنا إنسان وح مد عادة له أيضا ناسية هلمانتي عادة إلى هانجرتي نو حال لي إذا أنتم دبربون خود عن قر بالوالباء قر بدي خود عجري قر مسكاجو عجري سوق لي بان هو مهلمان عجري إرتي بان كلها فيد بان صور ديال مذا وربا وما هي مركو يمادنا واركا مركو يقون بخشوا مقل واقع بيسنجري شيخ والله يا الله ما قام حلو بالله بنجري عادي صولة هيد لكن وحين نقطين ناسية ناسية داس وحلمانتي يا حلوقي بيا ناسية هي للعدد يا ناسية للوقت هؤلاء بدن حق القصة مرتين أيضا معتادة وحين نقطة لو هذا هذا صومرتين قلي مميزة وغيري مميزة ليجي إليك لسوع يسوع وكل الدنيا هاي أوديسة مذهب كيسة حوكيسة يونس كل الدنيا كل سوع يس إيا إنا هالمانسن تاي حلو بكل بالله من جري هالمانسن تمثلا وحي هالمانسن تاي أنتو هين جري إيا إنا سن هالمانسن أنا يقرن يس ناسية وغير ناسية مميزة وغير مميزة أيا ذم حكيم أفر صور أفر صورة إذا كتبت تورن محكيم لب لحداس وهذا أفر أفر بيكاري وهذا لحى جارسيان وحاكون لمن قبل له متحيرة متحيرة الليل هذا وحي هاي السبب مجرى ديجي مكلا سوعيس وديجي واسكم مت متقع أن حلو خب بالله مجرى قعد عدد كيس قرن ميسو حلو بالله مجرى متقع تام حال الليل هذا متحيرة الليل هذا إذن واتي راد إذا راد أيوة الدين سكوت الشيئين كتاب أنت لما جاء سوق قادم بحاشد من سكوت الشيئين إنك بيوتي بول هذا ما حيش ما يا أنا ما حاجة إنك دافي بول أوكي نقاشي وعين ما مسألة عندك مسألة عندك وعي مرجع مسائل كي بعد ما يشكب بالله بني مسائل كي مستحاضة ما يشكب بالله بني سيدا صوابك المستحاضة وكطاهرة في في أكثر الأحكام قبلنا مستحاضة ضعها إلى برفورن كخود عي وحال قص وقاضي يا إنا يتهاي طاهرة ويسومي ويسلادي ويتكن وحي قبل طاهرة أبنان ورنبا أبنان إلا مسائل يروا هذا خلاف كتاغي يا إنو قارد ونموية وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال هو يدن وحيتني جاءت فاطمة بنت أبي حبيش أياتمد إلى النبي الصبناء يؤتم صلى الله عليه وسلم نبي قال إماتي فقال ذو حيتني يا رسول الله رسولك إله يوم إني امرأة أنه هويني بانهي أستحاض ولا يدبر فراو ليك باب بتاع يوسعه فلا أطهر مطاهر نغضو ليك ومقعه إما حان سمية أفادعو الصلاة صلاة ما كتغى حائضو إني سن صلاة كان كرين أون صلاة الله أقليني عبادة نوع عازة قبرو وي تقانو وين أكتهي هذا وحيلي هاي دبر فرانكو مدي جيبو لمدي حائضة فقال عليه الصلاة والسلام نبي حول الله ما يا صلاة لقتك ماي صلاة ما تشوتشنس إنما ذلك كاكوغدع وحاوي عرق حيث قوي واحد قوي إي ماها ديجي رحمك يا منك كإيمان جري حيثك آه نبي وأوكل سوعي يا وشا وكل الدوين عرق انقطع انفجر حيث قوي وإلا ضعاف مات ماها عادي عادي هيدا ضمن هيلي تشرين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مركي الله وريمي نكي قال كاها وترياها بدن كرفتي مجوسي نواب اسلام ايداني هاو ليتا لما هي وحاوي نكا مركو كرفتي اسو ديكي بتاعي وتكذي مركاسو يقول ولا اسلام لمن لا صلاة له نكا ان صلاة كنن اسلام شغلكم الله صلى ودمه يبعث ليك سأب تعايا أيو تكذي صحابي أنصاري قال ورديها قبطي أصو صلاة لي الأتاجن يا فلان يا جمل لجلا دعي ليك أقول قل أيو تكذي نعم محمد نواء قال ما أنا إنكر ليك حيلك حب كتر كي ما أدى منك قصب بحين نجاسة أيو ليك أن حيضها قاء يشرك كركس كي ما أدى ويكل الدوين نبي قاوك الدوا قبرنا ديكو إنو سن نجاسة هين كي ما ضدتك عادقة أما حولها عدك وضلعنا كي ما دينو سن نجاسة هين وذا دها قبل حديث كان يكون لغان هولوك الله ويكون كبار وركوذ ورسال الماء إنما ذلك عرق
midka asaga wahid go'ay walaysa bil hayadati aadama aha fa idha aqbalat al hayadatu dhiga hayadka markuu soo qaabilo oo xilligiisa u galo fadaci salata salada joojo ka tag idan gabadhan waa maxay waa mu'tado waa mu'tado ghayru nasiya maxay yeelay nabigu u sheegay wuxuu markii xilligi dhigaadi la gaado salada joojo iyo way garanaysaa way taqaanaa mana halmaansano laakin oo bixin suubanu calay salaato riwaayadan ayada inay tahay mumayiza iyo ghayru mumayiza in dhigan sifaadkiisa ay kala soocaysay inka nabigu uma bixin tayib midan riwaayadan way fadaci salaa wa idaa adbarat markay daba jeeso dhigii xilligiisa uu ka gooxeydka ahaa faqsili faqsili dhaqanka caanki xaggada adama dhiga iska dhaq wa salli tukana dhiggii manta iska dhaqdo xaydka ahaa kadibna tuko oo markaasi salaad ilaa marka waa gabadh dhiig heshay xayd ah dhiigga xaydka uu ka go'ay ka qabaysatay maxaa laga rabaa inay tukato kan dambe socda shaqul kuma lehdu way salaad kuma diidi karaa asagu salaad kuma diidi karo riwaayadkaas raacin حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي وأبو معاوية محمد وخازم الضرير وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي بلوجة ابن قرطن الضبي حاو حدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير إذن أبو معاوية يا جرير يا عبد الله بن نمير صدح بينه هينا حاو حدثنا خلف بن هشام بن ثعلب حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام كلهم حماد بن زيد ايو صدح ذي كهر ريس صوق بهادي كوايا هاي صدح ذي كهر ريس ابو معاوية جرير عبد الله بن نمير الهمداني يا حماد بن زيد حماد بن زيد كلهم افرت اوذا عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع واسناده حديث وكيع ان صومر اللفظي يسير سندك سكلي كوريين هذا نمر حديث وقع وكأنه قصو باللوني رواية بابك أنه قصو باللون وفي حديث قتيبة في رواية قتيبة وجرير عفوا وفي حديث قتيبة عن جرير وحكجرة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش باتمد ابن عبد المطلب ابن أسد إذن ماشى وهم باكجرة هو مركة قتيبة كوها من يي قبرنا وفاطمة بنت أبي حبيش ابن المطلب ابن أسد عبدك خلق عبد المطلب شغل كمال جبرد وحو جبرد فاطمة أبي حبيش ابن المطلب ابن أسد ما حد قوي نسان عبدك قوية ووهم عند النقاد والحفاظ وهي بوري امرأة منا عروة أرنا يا مسيه هشام جبرد مرك فاطمة أبي حبيشة وحيسكو قويسين ويسكو تشيلبيين عروة المزوير الأسدي هشام بن عروة بن الزبير الأسدي اسكو قيس وهي مركة وامرأة منا وهوينا أنك أنك مدعى يعني اسكو تشيل ابن هاي فاطمة وانا قناه حقالي قراوة ان هاي اسلانا انا قلنا اجنبي كما ورمى اني تضع نقانا وقال لنا بقوله قال مسلم وحيري وفي حديث حماد بن زيد رواية حماد بن زيد وحا كجرة حرف زيادة حرف حرف لكردية لفظ لكردية تركنا ذكره شيخي دي سنة وانو كتغن كسبا نقول يقول مسلم أو شاء يضع وحاوي الرواية وحماد بن زيد ووريو وحي لصعوتا ماشي ورد صومرتين أول فإذا أدبرت الحيضات فاغسلي عنك الدم وصلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة مركو ديكو كاغو قبيسو صلاة والبنى أويسيسو salaad walba weyso ama weysada hore ka jabto ama isan ka jabin ama isan ka jabin lafdiga marka wa tawadda in li kulli salaab muslim wuxuu arkaa inay shaadata wa xamaad ibn zayd baa la gooyay noqday xufaada waaweyn ee farabada isaga xamaad la mid ah ama ka culusba ee xadiidka hishaam ibn curwa ka qaatay ma aysan sheegin buu leh wa anagana sayakun maray isagoona uu isagoo yidhi axad شيغي وتوضأ لكل صلاة في حديث هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة مجرا وانك أين حماد بن زيد مسلم يمرك نساء وحي قبان وتوضأ لكل صلاة إن لو شيغ في حديث من في حديث هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وأشاد يا خطأ هل كاسي مريان صحنا معها مسلم يا نسائي بواخل ضمين
sida sawaabka maxaa yeelay xamaad ibn zayd lama goon noqon riwaayada watawadai likulli salaa in lagu sheego fii xadiidi hishaam ibn curwa axaadiid kale way ku timaadaa watawadai oo weliba saxiixa ah waxaa laysku hayo waa fii xadiidi hishaam ibn curwa maxaa yeelay tirmidi waxaynu ku soo marnay markaynu sharxaynay tirmidi inay mutaabiciyeen abu mucaawiya mutaabiciyey abu mucaawiya can hishaam sida uu xamaad ibn zayd u wariyey yuu asna u wariyey watawadai likulli salaa riwaayada abu mucaawiyana tirmidi baa wariyay fii jaamicihi xadiidka 425 ka fiiriya waxaa kaloo mutaabiceeyey xamaad ibnu salama xamaad ibnu salama ayaa isaguna wariyey watawadai likulli salaa can hishaam ibn curwa kama rawahu xamaad ibnu zayd cinda daarimi fii sunanihi waa matbuuca isaga ka fiiriya waxaa mutaabiciyey yaxya ibnu saalim يحيى بن سالم عن هشام كما روى حماد بن زيد عند السراج في مسند يصنوها مطبوع طيب رواية أيضا حاجة أبو حمزة السكري أو إذن أبو حمزة السكري يحيى بن سالم حماد بن سلمة أبو معاوية إمزوي شن حافظ بقرة على حماد بن زيد أفر بقرة عليه أصلا شن كقدك بركس لما أوران كره والرواية شاذة ولذلك حافظ حجر نسائي مسلم وون نقدي في فتح الباري عرا ابدا لما اقبل كرو او شايدا حفاظ مركا ايغو حفظ غودي باي كهلين لكن روايته بنان كي تالا حماد بن سلمة حقين لقين ابو معاويه ضرير حقين لقين وذاتك اللي يدادو ابو حفصه السكري امام اهل السنه والجماعه انت لقين يا يحيى بن سالم اذا شن وذات ومن جبال الحفظ والاتقان الا يدادو واقفين واخر ذمين في حديث هشام وحقدرا احاديثك لعائشه كي ماده هي فاطمة بنت أبي حبيش كي مادة ويكتمت روايته ويكتمت مركا ويحفظيان سيدة صواب قواسدة مسلم كلجي معها بخاري باسدة قبا بخاري في كتاب الوضوء رقم كاللوابق ولواتني سدين وحولي ولفظك وتوضئي لكل صلاة ومن قول عروة مدرج في الحديث بخاري أبو عبد الله سوى الدفود لما قال ينقر مسلم وكلم بروية أصاها تسح ما حافظك شرح يبقى كقر أبي واي قروا الله يتقاناي فنك سيدي النوب برين هدان مرة مية اللي كربوا ابن رجب الحنبلي بقوتها قالوا البخاري مسلم بأصحن وتوضعي ومدرج من قولي عروة القاس الله مرة حافظك وحيو لمركا من حيث السنة كهذا الله شن حافظ برضو ماشي مرة وركا هلقا جي بخاري مسلم يوا اجتهاد النساء اجتهاد كذا حق عبارة اللفظ قانا من حيث اللغة إن رجب وخلدان تاي سنو خلدان هاي هادو يهي فتوى رواية من قول عروة يهي وحورا لها ليك اسكرقي وتتوضأ لكل صلاة وحورا لها بول هذا من دقة فهم الحافظ ورنتي هنا محيالة وتوضأ وأمر صيغة أمر وي وتوضأ لكل صلاة وحيكون حورا تاي اغسلي عنك دموي وصلي وتوضئي لكل صلاة أمر صعدوي هدو أيتهي إدراج أو راو لي مادو صيغة حين صيغة إخبار لا صيغة أمر ما هو صعدنا من حيث اللفظ والرواية با حافظك وركيسو آدي آد باني إلى قصحي هاي وأنا إلى دعاي متابعات كاشان أفرتين كل شيء حافظك الله بك شيء الله بك شيء والرواية والحشيء حماد ابن سلمة رواية يحيى بن سالم لا بد أصل شيء طيب مركا رواية أبو معاوية رواية أبو حمزة السكري موسى مركا الشيء شن رواية ويا مركا هذا أنا سكعت دم لا عرف كاسو كتري لكن جمهور أهل العلم وحي قبان يجمعنا ولا سوق جرياي ويس قبيس كورد جوار وصلاة ومن وقبيس التواجب كماها بالإجماع هذا الإجماع وكان نقاشان صلاة بين أوقبيس تواجب كماها والله سنية وحال اسكوها يو قبل حدث دائما هي صلاة البول وكلوي استحاضوي صلاة كستين هو يسستم واجبا مسمية جمهور حي قمان صلاة بين أوقبيس تواجب وي نمان كان نقاشين واجرا وحين كحر انت هاي وتوضئي سكنا شهد إلا أمرك أمر عدوي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد حا وحدثنا محمد بن رمح بن هاجر التجيبي اخبرنا الليث بن سعد عن مشاب الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت وحجري استفتت وحا سؤال ويدي ستي ام حبيبه بنت جحش
أم حبيبي إن إن جحش جحشاه رسول الله رسولك لابي سؤال ويديستي إذن مفتقه وحوي النبي مستفتقنا وأم حبيبة فقال وحي الجري إني أصطحاض فاطمة أبي حبشنا والنصوم بري إني أصطحاض والله دور فر النبل ودي جبا تشوكسن لأوي فقال نبي إنما ذلك عرق متكاسي واحد قايوي ما عادوا فاغتسلي قبيسو كقبيسو ديق حلي جسمركو جو دبر فرن كهبيس كسعودي قبيسو ثم صلي تكو فكان وحيد أم حبيبه تغتسل عند كل صلاة صلاة والبوي قبيسن ترتي أيد ذلك يدوي نبي ما أمرين حديث كو أصحي مجرو نبي إنه يجي قبله دبر فرن كو كل عاي صلاة والبوي قبيستا وقبله أيها السمين جاء ذلك جري وحو النبي فري وإن لو يسقاط الصلاة والباء قال الليث بن سعد حديث كورنها يوحيدي لم يذكر ابن شهاب ابن شهاب مؤسا شيئا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إلهي إنه أمر فري أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل إنه قبيسته إنه قبيسته عند كل صلاة صلاة والبحل قال مركو قالوا ولكن وصي شيء قبيسكو شيء ويفعلته أي سميسي هي أيضه أيضا كو اجتهادو دلالة جرتوه نبي قو أمد درين منا فارين وقال ابن رمح وحوري في روايتي ابنة جحش بوري إيه بنت مدين ابنة إيه بنت بوكالزارية مسلم نوال بو ألف ديسي ولم يذكر منا شيئين أم حبيبتا أم حبيبانا مؤسن شيئين وحوري كلية ابنة جحش استفتت ابنة جحش استفتت ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أستحفظك وريوي مركو أم حبيبنا مدهن بنت جحشنا مدهن ويصوم وحدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عم حارث المصري عن شاب الزهري عن عروة بن زبير وعمرة بنت عبد الرحمن أيضا عمرة شيخ قطة عروانة وإن صومر من باب المتصل في المزيد في متصل الأساني وإن صومر هذا هو السعودان وأنا محفوظ كما سود دار قدن الشيخي لما وحيدا وخطأه وإن عروة أويد هذا عن عمرة إيه أن لا سكول لارين أن لا سكول عطفنو عروي عمران لا سكول لارين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش أهيد ختنة رسول الله رسول كلاه الدماشي دي أهيدو إذن أختانكو إيا ختنكو إيا وحكو صابسن و قوادة آدقا وطوضتك لأن الشيء الرحيدت كاء طيب إذن نبي حقوق بزينة بنت جحش صوم أم المؤمنين بحاس كزار قوادة ما وراشي أدوى الدماشي دي طيب وحي كي ما دا حق كي ما دا رقنا أحمابا ليلة دا حموي أحمابا ليلة دا إذن قبرنا ننك قبا ولا الكي محاولنا يا حم حمو با ليلة دا يا أحمانا والغو جمعية قبرنا مكاد جوكتو قبرنا مكاد جوكتو قبرنا رق ننك قبا تدك لرنا شيء وأحماد يدي هوين إذونا هي عفوا ننكونا هؤلاء ذو قواعد خلاص شيء وأختان تسيه ختان كسوي ساسك على طاي لبعض أصل لسكوت دراي حجالة حق جوارنا هي حجالة حق نينكو لسكوت دراينا عربت أسهر بيران سير بيران هذا القواعد كيف يعني أنا قد ففاين تمرين وعلينا هاي سيدي الدماشي بيو خلاص جاي سباش طيب جوارنا أتقبط ولاش المحكوتة دماشي أذوقه جوارد أنك قو والكينة سيدي ما يود ماشي ولي جوارد عضو قبض ولاش المحادو تعضو ما يكون طاري أنك آ دماشي حاس كوما وزوجتي أنك قب والكي معويا جوارد ويد ماشي دي وحين ود ماشي دماشي صما بتقدروا هذه ما يفهم تناظر يا هذا كم فهمتين أوكي أنت صار من بينه تاجي عربوي كل دويسة خطا يا أختام حكي مادة وننك حدد كي جبر لا تذكر لنا شيء بعدي وحكويهن خطا يا أختان يا رجل دمر با أديك جبر دونا جبر وننك قابط تذكر لنا شيء وحم يا أحمى لبعض حدو لسكوت درينا سهري يا سهر بعربي دهان من نسبة طيب مركز الوضع العربي ما قاعد يقرتان الصومالي بيكون على طيب
عن عائشة عفوا ختنة رسول الله رسولك لا يدماشدي أهيد وتحت عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن بن عوف نؤو قبي زينب بنت جحش نبي قبي عليه الصلاة والسلام حمنة بنت جحش نوحا قبي طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن عبيد الله التيمي با قبي وحمنة بنت جحش قبل أم حبيبة بنت جحشنا عبد الرحمن بن عوف باقبي وصدح قبل وضع ولا لا. طيب أستحيد حال نبر فري 7 سنين تضبط السنة وإنك كسو من ري قبل داسي فاطمة أبي حبيش في السنن تضبط السنة إن يسل صلاة كني صلاة كتكتي أيضا النبي قوي الدينين أي حقوقة استحاضية هي حيث يسكو حكمية مرضا بقوا شن سنة تضبط سنة أي لقجوا يا النبي قويديس ويتر وحن وهول عصيب ما النبي قويديس هذا هو حيض حكومة نيسا صلاة هذه لنا يا شن تصلي كتك النبي سوع المدين لأنه صلى الله كنت جاي جهل أم كان قضية لما لما أو ذب هل كان قبل الله هذا كده بس كوك سنبال لي دي حيض يو ربر فرن بس كوك خلد. فاستفتد رسول الله رسول الله بسؤال ويدست في ذلك أرنك أزكى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحجري إن هذه تنبر فرنك ليست بالحيضة عادي ماها ولكن هذا عرق كان لكن وحيدك أي فاغتسلي ما يرو وكقبي سديقة وصلي حق أن تكو. قال عائشة وحيت رضي الله تعالى عنها فكان وحي أهيد قبل داس تغتسل تغتسل تيقبيسته في مركن باف باف قد مسخوش ما كي انا ودر كان كودقان جري سوما كان نيسا كي انا اون واحد باف باف بالو هاي. طيب مرك وحا وي انا مسخوش قبيسكي وحنا كلا هي يا باف دركا لو دقو اجانا عربي لو يراها اجانا. فكانت تغتسل وحي قبيسن جرت في مركن باف بكو قبيسن جرت ايو مخان كوداي بلد وين في حجرة أختها ولاشت قرقي ذي الله ولاشت واطمة زينة بنت جحش حتى تعلو إلى كسر مرته حمرة الدم ديقة قدود كيسو عسان كيسو الماء بيه قبيست يعني هو نبر فرن زائد هو مركي قبيست قبر بيه بناء هو قبيست باف أي أدق تاي بأس بدلي وديق باكسر مرة قدودان ويرفاضي. قال ابن شهاب وحجري محمد شهاب الزهري هذا انه مرينا وحجري فحدثت بذلك حديث كان قيمها بلان بوحان اشيغي ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي والاشيغي حديث كان فقال وحجري يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله ان كان لتبكي لانها كانت لا تصلي. ابن شهاب الزهري حديث بحقق قدني عروة يا عمرو. طيب عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قصة عظيم مركة وذات كان أبو بكر عبد الرحمن وأن فقيه كبير عالم فتوضا حديث كان مالك أصل مغلية لو تبني مالك أصل مغلية مركة أصل لي أبي قبل أصل قرابة ديسا أهيد أما حاس كسبة أهيد هندو لما الشيكي ما قعي هذا وحن سبيو شيكي وانو ويني حافظك إصابه كيني هند غير منصوبة أنت المسلم كيني بس وشاقي وليها شرحه لن كتابك وقال قبل التقيق قبل لا يقال نمام سو قابي وذات كان أبو بكر عبد الرحمن قرابة يسيو يامه وحاس كسي حالي لديس أن فحدثوا بذلك أبو بكر بن أشيق عبد الرحمن من الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا قبل هندا إذا الله من حريسته لو سمعت بهذه الفضية هذا مقله فتوى ونبي وفتوى ام حبيبه بنت جحش وفتوى فاطمه بنت ابي حبش وفتوى حمل وابن دونت وفتوى والله الله نقول ارتبي ان كان لا تبكي ويؤجرتي بولي هندو ويؤجرتي لانها كانت لا تصلي ما يزن تكنجرن لو الفرن باكتشوك سواي مركز الصلاه انا تكنجرن صلاه لا انت سكو يجرتي وحي موديزا دبر فور إنان صلاة الله أقلين أي درة وحكود عي فهم كي كود عي خلدنا كود عي فاطم تابع بيش وكلي وحيوقا ترى دبر فور إنه إنه يسكون مديهين حق حكم ك إيه هي حياتك
مركو ولادك مركو أجاد حديث كان لو شيء يوحو آد أتمني فتوى ذا قبرنا إني هي الهي شان توقت ما كل جاري المنت تؤجرت دتك وقت كان يعيد متو كان كرتو وامتحان إذا امتحانك وحاولدر أيضا قوان ترى ذا ويقع هذا برفون كحكم ياي ليج حيلك أها مركو قصة عروس وهي وحدثني أبو عمران بائي والرمي ليشان أدب الله قد قال متن كتجن قضية ده أن قصها بسن أم حبيبه أم حبيب رواية كقارقود وحكي كي مادة زينب بنت جحش إلا يداه مالك باسدة كوارية سنن كانوا وين كم مرة مركن يبقى واحد ده راوي زينب بنت جحش يدوه وهمية وقفي واسكتي قبلهم منا وحلى أم حبيبه منا وحلى حمنه منا وزينب بنت جحش زينب وأم المؤمنين هو نبي محمد حاز كيسوي نبى فرنا كم أدعين رواية سكتنا ما إجرته نبى نواب الشيخ حتى صدق لو بعدين نبى فرنا كده عقبها هاي جاي ولاها هساتي حمنا إيو أم حبيب معانا أم حبيبه أي الرواية كقرض زينب بنت جحش كل شيء رقم فلو وين بنا وري ما قع سجى نبى مر عمرك وخلط صوابكم خلط ما إيه جبر أم حبيب ما قع هذا أم حبيبنا والونا وكنيا أم حبيبنا ولا يد هذا لكن مقعد أصل كزينبوي زينبوي زينب بنت جحش والنبي حاس كيسه يدين عيده واجد هو برا الأورنجري مقعد برا الأورنجري أبيه هو وما يصبحني زينب برا جواد أم حبيبة زينب الأورنجري وكل نبي يقول سدي يوم مقع النبي كبت علي مقع زينب ميا برا عفوا حلوة برا ميا برا ميا نبي مرع قيمها بدن إيه وراكسن روحه وطيح هو أمانته يكجرته لابد معنو أدي دجرة وأنا كم مرة كتاب قيمها بناية الإمام للإمام البخاري الأدب المفرد يقول تصنع كبا طيب ليبان وكله نبي كم وقلي حي لي ليبان مشوا ما يا يعني ليبان مجرته وي وهذا أنا وراكسنين بيش والله قط شوي وي ناس مك مقدر بالصدق عليه خير ما وقلو خير مجوغا مايا شربا مجو فديوي معناها نبغى اوديدي جري عقل اوديدي جري يا سعيد ما اخان قرن ماي يا اسيا ورون تشو يا مالي اسيا من زوال كالي مسوى مالي اناسي والانسي لا ادري المهم مع نوع عازا أما هو أما حمان تحم بارسن حرب إيه مرة إيه حنظلة إيه علاط إيه حرب إيه هؤلاء نوع عاس وحنا النبي هو ديد الجري يا عبد الخير عبد الخير عبد الخير ولا في عنيا لأنه إله غير كبار له تعبيدي طيب دنك خليه مقع وتبومبون أنت أما أنت وديد الجري باري إيه خير بطنئي هولها نوع عزة وعوجر حقوق فلا تزكوا أنفسكم هو على من التقى تزكية حقوق بمبونة ووطة ماشي خير الآن باكس وبودي مركب برا لو يلا مية برا بنت جحش ما زينب بنت جحش نبي أبحي ما قعد نبي نبي أبحي يا عان نقضي قواد فران ما على هيد ما قعد ولا واي وابا باي أم حبيبي أم حبيبي كعام بحضي مركب راوي وكورنها يا زينب كورنها يا أم حبيبه ومقعد أصل كأها إيه اللي قوية قانة إيه وراشد باكا قاتل مركو النبي قوم بدلي لبركة الرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ساسو يوح خطأ يوهم منه مجر حدثنا قتيب حقين مري عفوا وحدثنا أبو عمران محمد ابن جعفر ابن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد الزهري عن شاب الزهري عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت له يدن جاءت أم حبيبة أيات مد بنت جحش نهيد إلى رسول الله رسول كلابي أبي ماتي عليه الصلاة والسلام وكان وحيت قبرنا أسط حيض من الطبر فري أهيد 7 سنين تتبصن بمثل حديث عم حارث حوش يقول حديث عم حارث عن عمرو صما هين عفوا عن شاب الزهري بن رباح وحوجد إبراهيم ابن سعد إبراهيم ابن سعد بوحوش يجي حديث كعم الحارث عم شاب وكلاء طيب إلا هذا إبراهيم ابن سعد يه عم الحارث كلاهما يروي عن ابن شاب إلى قوله بوذي تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر موسى شيئا ما بعده وحكدا بيو
قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا قصة دير موسى كدرموي انت اين قرتين من امليني. وحدثني محمد مثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة جحش وأم حبيبة طيب كانت تستحاض 7 سنين تضبصن أيالا دبر فري بنحو حديثه مركز الشيخي حديث كذا أوكي نك الشيخ هذا سفيان بن عيينة عن الزهري. وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر التجيب أخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب البصري عن جعفر كواكما طيب ما جعفر بن ربيعة سوى جعفر الصادق جعفر بن ربيعة جعفر الصادق بان فليا جعفر بن محمد وياده جعفر بن محمد أظن إنه ربيع كوقرية وأظن ليس جعفر بن محمد بن علي جعفر الصادق عن عراق ابن مالك حالي نصومر العراق بن مالك عن عروة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت له يدي إن أم حبيبة سألت رسول الله مر ابن تجحش بالغورن يا مرنا أم حبيبة طيب سأل رسول الله رسول كلاه بويديسي طريقة ضمبي أن صوص على جعفر ربيع كو إمن دونه لكن كوري إنه جعفر صادق يعني فيليا أن أم حبيبة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم ليك بويديسي حكم الدم أو لو جيدو ليك استحاضضه فقال عائشة وحيت لي رأيت مركنها باف كذبان أرقيع بنت جحش ما الآن بوح دما ليك بوح يعني وأنا زمري حمرة ليك كسر مريس بيه كوكا بيستي حدثني عفوا فقال لها رسول الله رسول الله وحكي لي أمكثي نغو أو تشوك وصلاتها تكنن قدر ما كانت تحبسك عفوا حيضتك إذا قبل وام حي وقبل معتاداء قرنا يس وقت بلا جري ليك قرنا يس قدر كوهين جري أو وحكا خلدنا وسنجري أم كثير نجو تشوج وهي صلاة تشوج قدر ما شيء قدرك كانت آية هاي حيلكو تحبسك حيضتك أي كحني بجرت دي قادو عادن تي كحني بجرت زاد كود دي جرت شنبري تدوبري لحبري ثم اغتسلي مرخو كارد ما الحيل قال دافو قبل يسوى وصلي تكو أنت أصل رواية ثم ريسين وتوضأ اللي كل سلام يلا ركتين وحن رواية دي حماد بن زيد اللي قد ولا عنك آية مرك البخاري مسلم النسائي مرك يورر هيات هول صار ما لكن شن حافظ بس كرة هذا هو جاول يقول دق دقي كرام حدثني موسى بن قريش التميمي حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر حدثني أبي كتاب الإمام بنك إنه قدم بسابي بكر بن مضر حدثني جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وحيت لي إن أم حبيبة بنت جحش أم حبيبة بنت جحش هي التي كانت تاسو كانت هي تحت عبد الرحمن عوف شكت وحي أشيقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم لي أن تشوف سنين نبر فرن بأشيقت فقال لها النبي حكيري أم كثير نجو قدر ما كانت تحبسك حيضتك أنت لي قال كهنجر عادتك هنجرتي ثم أنت كذب اغتسل الميرو وقبيسو لي قد دم بيسو عدنا نبر فرن كالسوقات دم فساد بامك الله ودم فساد حيض معها فكانت تغتسل وإما يرنجرتي عند كل صلاة صلاة البأكتية ويوقع بيسن جرتوي فكانت تغتسل عند كل صلاة صلاة البأكتية قال إذا ما يرنجرت وقع بيسن جرت النبي قلنا مفرين وأنا قلت صمر وإذا زهر صمر ري نبر فرن كم مركة وادي بدن يهدو مركة وقر رفاضان مركة سيدة ونبي قفا في عليه الصلاة والسلام يا كوكب فلان فقهاء هل مرم بي خلاف كوذو ير أذق يهي ومركة قوارد عادة إلهي مثلا ومعتاد قرانا إيسا حلو ديكو كود عجري قرانا إيسا حلو كود عجري وبالتالي مميزة ويكلا سوع إيسا ومثلا ديك حياتك وحكود عجري بلو كود عجري شان تدن وكود عجري لباب بلوات أما مدور قور مرك إيسا كوه عجري وواقع دامة دمار فرم باكو يميد دمار فرم كو يميد وحوك يعني تدب بري أو كمدة أما تبان بري أو كمدة ديك مدو حق بدن أو قرلا أو ريا إيمانية أنت دمبرة ديك سعسون بيو أصليلا أو خفيفة إيمانية جبرنا مع هذه دي بار لجو حكومي
وحاله ما دام أصل كذا هو شنبري دي قاد هذي جرتين بيل والباء شنتبري أهرة وحاتها هاي حائضه سكسو قدر ديك قبته صلاة يصون يقلم يا هؤلاء صلوا كم ممنوع شنتبري مك ضافتنا مالك اللي حد قبيسه سكسو قاين الظاهر نقطتي وحي كذا بيو صعودنا وانا برفورا حك سوقات ملا مية لبرنية إلا أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي مسه وحان لنا هاي تدود البريء دي جمدو حوق بدل أوسع لو حات هاي حائضه وحي كذا بينه وحات هاي مستحاضة نبر فرم بالقبتة هاي الرواية ذكر حديثك وحكي من فإن دم الحيض أسود يعرف دي حيضك والله جرن ومدو ياي وربع علوس دي جامعكو جبرنا وحكو كل ماي أيدو عادة تقنية وقت جدي هؤلاء هذي ليكن وكل دوين يكل زعيس إذا فإن الدم الحيض دم أسود يعرف ميان راعنا وتدوب بريبة وحاطان رهنا حائض مسه عادة بنكو حكونا يوشن بريبة طيب أن لنا هاي حائض ما نسفى نوشس طيب أنا كشافع وحنو بدن هاي إن أنا فإن إن تمييز كلا راعه قول عادة وأن لنا هاي لا صعدة فإن الدم الحيض أسود يعرف محايا لمدنا على الراعين وحكم بالأغلب تنا وحقيقة بالحكم وحكم بالحقيقة عفوا عنه ديك حياة صفات ولا هذا العسكر يا مركو مدوية وكل الدوية مركل ليه إسكس وقدنا الحياة ضط هاينا على ذي هوري أي الله لو عليا على صبقاء ما كان على ما كان بن له يعني لنا هنا لكن تمييز بايمن تا إشكال باكيمات إشكال كلا بادي ماشي كجرا أصونا فقيا إلا فهم بان وحاوي قبردان مستحاضة النبي قريبك وشيقة تاي ما كلا قادن من مبتدأت هاي من متحيرات هاي من معتادات هاي من ناسيات هاي ما غير الناسيات هاي للقدر والوقت تفصيل مجلن وقاعدة الشافعي هنا وحاوي ترك الاستبصالي في حكايات الأحوال ينزل منزلة عم في المقال وهذا مركب حيد أن جوارد حائضها ضيت ما عدو وحول أورنا يا أنتي عاد حيل كهيل جرتي أون حائضها ثي أنت كلا وحاطة مستحاضة حال يوم نبي نصعون بيش تاع دنا أنت حيل كهيل جرتي أنك برونا يزوا جوارد كلا تقارنا حيل كهيل جرتي حيل جو كجو يجرا كلا تقارن حديث كان حقوق سيا قضية خاصة أو المعتادة مميزة لنا حديث كلا وحاشة جاي فإن دم الحيض يعرف أسود يعرف حديث متحيرتنا وحاشا حديث حمنا بنت جحش وح قدروا يقرن يسي يا وح وقت يا وح كلا سعس منا مجر وتنبي وكيل عليه الصلاة والسلام وحاز يا شا في علم الله وحا تحيضي في علم الله سبعا او ستا تدبري اما اللي حبري وحاز كسو قضاينا تهي حائض انت كذا مثلا وحاتك قبل ظاهرة او مستحاضة ما هي قبل ناسية وناسية للوقت والقدر وغير معتادة وغير مميزة متحيرة ويحمنا حديث كي رسولنا قد كم مرتين سوى فافاسا مركة وحانا هنا مميزة وحديث كي لو اصل وياه فان الدم الحيض اسود يعرف معتاد وحديث كان ام حبيبه اي فاطمة بحبيش محاينا صاري متحيرة وحمنا متحيرة مركة وركيد وحوي إلا إذا هذا مئات قرن حلو كبر عزام مايا ليك مئات كلا سوع عيسى مايا الدوادنا وريسي طمر كان مسلمين توحى أبضا إيه أنت دوبر ليك أي هلان عمل لحبر بالوالبا بالوالبا لحبر أو كمدة أما ش تدوبر أو كمدة إسكا سوقات ونيوت كسوقات بوري إسكا سوقات إنها تاي حائض ويحكى ضمير ظاهرات سداس وحكى الله معي لأن الأصل هو محي وإلحاق الفرد بالأغلب وأصل دينات فردي هل روح من مين لقي إلا واي تلكي الراعي وي تلكي الراعي قبرنا يعني مسلماتكم حقيقوا بالضمر حقيقوا بالضمر تضبي اللي حبل إذا انفطحيدي في علم الله ستا أو سبعا مركز أساسي أو شوكا لبعيسا مسألة كلها أريد أن قدروا مهم جدا قبلها أنفع عيسى ايش لما فرنكو هاي قولي ان ضدك علاجيه ما ضمرك حمص اي ما دان
فإذا دختر إذا يدين كدره طيب قبلها لما فرنك كدره دختر حلو جواي يداو حلو جواي باب القرآن كله فيرنيا أو شئنا ضمن إنسان بنو ملسا يسوع فيرني سام أركان طيب قبلها تدوب بري يا القرآن لصار يا لما فرنك واي تدوب بري بالقرآن لصار يا القرآن كرقية جوز جوز كسميدا القرآن كله قبل الله فاتح إلى باب الناس لسكور رنيا حاجة كسوق بحاجة كسوق بقى فيل كله جليه قلها ملو فرين بعد ويقان كويدية مركا رقية ذا ساعته دوبر قبل الله صارية بيا بدن نوالو طفي وتحليل ويعبي شن لتر صدح لتر أفضل واحد مالك يعبكرت ويلك قبيسا ومال والبهد مال بقران الله صارت عيشة ولا طفية تدبر برهد وكتشوك سوى إله وحنكبرنا سبحانه وتعالى ومجربة إنه إله كعافيه هدو استاجوا أيه آيات سورة أنعام بعلو تحيين لقرة سحن وين بتصاق هذه أم اللح سافئة وأقرزة لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون يا وحل قرى يا كوي طبعا مع الموت سحن قبل لوجي سلام ما تكوا وادي أنت قريسة قريسة هذا اللح كقريسية هذا سحن وين كقرية بلايب هذا يكون تلا والله دقي تحليش هذا كوي تون برعبيسة أنا أصلاً يسار تامية. طيب. كوي تمام مع الموت أيام مال والباء لو قرية تحليشاس. آيات داس اللي جوع العلن إلى الله حكب عسمه. أما صدق قر آيات هقرن تام فرتها قرن تام الله باتنا قرن كل بويل كده حقوق رجس إلى فانتين برو ملني. كدي بقول قيسان بيها سيعب يسكرون. خد أذ حقوق رجس خد نظيفة وجود حن أكين وين النقط زعفران وكله جيد عن قبل هين وينو يا هاي ضدك مش هقول لنا ما يفانتي طيب ويعب يسا كوي تمن بريبة ثاي ليسا إلهي وقع عافنا يا هوين إذا بفرن قبطو سيدا أنو يا الله وكيس تاجواي ولما أرق والله سبحانه وتعالى أعلم.